بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. صباحكم بالخير، نهاركم زين وطيب ان شاء الله. يوم جديد وفيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله، ونتكلوا على رب العالمين. بديتو بصباح الصبح نطلع على النبتة تاع يدي، بدات تدبل المسكينة. هاي شيخت كيما حوالي نروح حبيبتي للروتين تاعنا اليوم، روتين في الكوزينه. راح انا اليوم السوق، اليوم راح نروح نقضي، نروح نقضي من السوق وندير روتين خفيف في الكوزينه، ونروح ونخرج معكم نقضي، نشوفوا بعض المشتريات الاسبوعيه اللي نديرها، ساعات 10 ايام ساعات اسبوع كل مره وكيفاه. اول حاجه بديت بها المعلقه اللي كنا غسلناهم في الليل، نخبيهم قطرهم، نخبيهم قطرين مخلصين، نخبيهم برك. هاي ليك اكيد حبيباتي، عندي واحد الهمسه نقولها لبنياتي. كاينين بعض الاخوات يقولوا لك من افعالكم سلط عليكم، كاين وحده كتشكيها تقولي لها عسر لي رب العالمين في حاجه، تقول لك على خاطر ما راكي صافيه مع رب العالمين، ولا راكي مدايره الشر، ولا راكي مدايره ما كاينش هاكم تعرفوا. نقول حبيباتي قدر الله وما شاء فعل، كل واحد ورب العالمين كيفاه، واحد سهل له واحد صعب له، واحد في حياته واحد ما يلقاها كيما يحب ويشتي. كاينين اخوات بزاف يقولوا لك ما جبتيش الاولاد جابها لك ربي، الشر درتي الشر جابها لك ربي، يقدر عليك رب العالمين الرزق ما كانش يقول لك جابها لك ربي، لا خاطر من فعالك درتي ودرتي، هو كل شيء مكتوب من عند رب العالمين، ميسر من عند رب العالمين صدقوني. الهضره هذه صعيبه بزاف وتجرح بزاف. ابسط الامور يأولوها، وابسط الامور يحاولوا يهبطوا لك المورال، يحاولوا يطلعوا لك من المعنويات تاعك، يحاولوا الانسان يصلي ويدعي رب العالمين ويتقي شر الناس والاعمال على رب العالمين. هو الرزاق، هو يحب يرزقك يرزقك، كي يحب يعطيك يعطيك، كي يحب يسهل الامور يسهل لك. لكن الناس يقولك ها ما سهلكش رب العالمين، هذاك اش ما درتي، ولدك عاق ماشي ماشي طايعك، هذاك اش ما درتي، مصايب تنزل عليك، هذاك اش ما درتي. يا الانسان مبتلى في الدنيا هذه، رانا كنا مبتليين، كل واحد واش دار له رب العالمين. الانسان يمشي مع ربي صحيح، والانسان الاخر خليه يهدر على اللي حبي يهدر، خليه يهدر على روحو عادي. كيما ميمتكم انا دوك عاد تدخل من ودن تخرج من ودن الاخرى، كيما نقولوا حنا كيما درك اعصابي حطيتهم في الثلاجه، خاطر ما كانش مني واحد يقرا لك عدرك ولا يحس بيك، ولا غير اللي يحوس يهدمك يحوس يكسرك يحوس بالنسبه للقناه انا درت القناه إن على اساس اني نسترزق منها، ما رزقش رب العالمين، والفتها. درك واحد يقول لك ما فيها لا رزق لا والو، واش قاعده ديري فيها؟ صدقوني راني درك كيما عندي وليد ربيتو دوكا في عمرو 3 سنين، تقدري تخلي انت على وليدك في عمرو 3 سنين؟ مستحيل. انا درك القناه تاعي هذه جابت الرزق كان بها، ما جابتش كان بها، راني متونسه بالحبيبات وببنياتي وباخواتي، وراني متونسه بكم، ونتمنى ان شاء الله والله راني نحبكم وربي اللي عالم. نتمنى قالت هالمرايا بركاونا الهضره وبركاونا القريضه وبركاونا، ما هذا يهدر في هذا وهذا يقول في هذا وهذا، واحد ما يمتلهي بروحه، كل واحد يعس في واحد، بركاونا من عسان بعدانا. انا هنا راني ندير في الشغل ونهضر معاكم حبيباتي. نتمنى الروتين تاع نهار اليوم يعجبكم، والهمسه اللي راني نقول فيها راني نقول لكم دعوا الخلق للخالق، دعوا الخلق للخالق، كل واحد خليه لمولاه اللي يسولاه، اللي دار الخير ليه واللي دار الشر ليه. بركاونا ما نعسو في بعدانا، ما رانا نحاربوا في بعدانا، لازمنا نتحابوا، لازمنا نتخاوا، ولازمنا نبركاونا
فلانه ما ولدتش، هذيك ما ولدتش جابها لها ربي. هذيك رب العالمين كاش ما دارت. الاخرى الرزق ما عندهاش. هذيك كاش ما دارت، هذيك راجلها ضربها كي اليوم. واش ما لقاها دير؟ سامحوني حبيباتي، هذه همسه حبيت نقولها لبنياتي. خليوكم من القيل وقال وتلهي بدارك، نودي صباح على تكلي على رب العالمين، اخدمي دويرتك بالنيه والصفه، ان شاء الله رب العالمين تطلعيها درجه درجه. بركي وما نعسو في بعضنا، نحسو بعضنا، اللي يقدر يعاون خوه يعاون خوه، ماشي مشكل. اللي ما قدرش الله غالب، الظروف حتى راهي ماشي مليحه الظروف للجميع. نتمنى حبيباتي الهمسه تاعي تاع نهار اليوم ما خرجت من قلبي، صدقوني والله العظيم خرجت من قلبي، كان عندي واحد التخشك في قلبي وحبيت نخرجه والحمد لله. ما عندي ضغينه حتى لواحد، ما عندي ضغينه لا للاخ لا الاخت لا الجار لا الجاره لا الحبيب لا الحبيبه. راني ام الجامع واخت الجامع، واللي يعرفوني راهم على بالهم. نتمنى الخير دايما للجميع. نكمل الروتين تاعي كما قلت لكم، انا هنا كملت، هنا خلصت، كملت الكوزينه، باه نروح للسوق كما على بالكم. احنا عندنا في قسنطينة السوق تاعنا تاع بالتنين، نروح نجيب المشتريات تاع الخضروات تاعي، وكاينين حوايج اللي ناقصين نجيبهم. هاي ديك الكوزينه تاعي كملتها، جبت لك سلام الكونجيلاتور كي نجي نقلي حبات بطاطا برك الغدا، معاك شويه تاع الفلفل، شويه سلطه، ونروح درك نروح حبيبتي للسوق نشوفوا المشتريات تاعي الاسبوعيه تاع الخضروات. تقدر تروح حتى حتى العشر ايام، والله المستعان. نكملوا الفيديو تاعنا بعض المشتريات. انا كنت شريتهم، جبت اللوبيا جريني، جبت كيلو تاع اللوبيا 20000 20000، جبت كيلو برك، جبت البطاطا، جبت 10 عليه بطاطا، بطاطا نحنا ب 7000 كانت غير للضروريات اللي احتاجتهم، جبت 10 طماطم، طماطم تاع الغلا حتى هي هذا كثر على كيلو، ما تكثرش منها، ما عادش جبت الروز محمود هاك ماشي ملاح، جبت شويه تاع الروز، هذا الروز كنت جبته من سيبيريت ماشي من الصوب. جبت نعيمه، جبت كويلو ثاني تاع نعمه، هذه تاع نعمه، المره هذه جبت ماما ب16 المتوسطه، ما جبتش الرقيقه، المره هذه متوسطه، ديرها بالخضره ان شاء الله. جبت البيض هذا تاع لومو، اومو هذا تاع الغبره، الماشينه تاع كيما حبيتي تاع الماشينه هذا حبيباتي، والله ما شفيت بقداه صدقوني، حاجه نشفع عليها. ضاهي فلوخ هذا جبته ب 38000 في اترسين تاع صابون مارسيليا، هذا 38000 في اترسين، اول مره نجربه ما كنتش ما جبتوش من قبل. هذا بينقول بلي جبت حي تاع بينغو، هادو جبتهم سوبرات ماشي من السوق للامانه، باه من كل صدقه معاكم يا رهوان، ويبقى معاك سوبرات. هذا بينغو سنانا نصحكم به، حي تدعي لي مليح بزاف. جبت قرعه تاع حيده تاع القارص، تاع شي هذا تاع القارص، لا ينحي هي راه يدير شويه، ينحي زدرة شويه. جبت قرعه تاع تاع زيت تاع اطره برك، نكمل بها الاسبوع. زيت كان داير، الجي كان داير 18000، القرعه تاع 24000 عام وربي 24000، تاع الزيت داير 14000. ما شفيتش كاين حوايج شويه عليهم، كاين شويه حوايج ما شفيتش عليهم. هادو هما المشتريات تاع سيبيريت، نوليو للمشتريات تاع الخضروات. واحد الاخر جبت هنا حبيباتي بيض دجاج، ونمشي من الاسبوع ساعات وبيطرا ولا 10 ايام. اللهم الحمد لله رسول، جبت البيض دجاج السناريه وبسباس، جبت نص كيلو تاع حيدة تاع الخيار، كاين داير 6000، كاينين لي ب 6000، السناريه ب 6000، لا اله الا الله محمد رسول. بسباس حبيباتي، بسباس كان داير 14000، جبت بسباس ب 14000، غير نص كيلو ب 7000، جبت نص كيلو تاع غير نص كيلو تاع البيتراب، كان تاع هو داير 10000، جبت غير ب 5000، جبت وحيدة تاع جبت قطة تاع السلق، السلق كان ب 8000، بريج بريج تاع الكابويا كان تسمى بالبرج، انا البرج هذا كاين الاسعار شفيت عليهم، كاينين اسعار لا ما الله غالب. الدواجن واش جبت الدواجن؟ الدواجن جبت من عند الجزار ماشي من السوق، درت زوج فخات تاع الدجاج،
هادو كانوا دارو كانوا دايرين يبيع في الفخد ب 15 زوج ب 30 وجبت لنا كيلو تاع الجنحين. فاكيه ما جبت غير هذا بالبنان حبيبتي كيلو هذا ماشي كيلو كامل 30 الف تاع بنان. جبت الرمان جبت الرمان الرمان كان داير 18 كان حتى تاع 12 الف كاين اشكال والوان. انا جبت هذا تاع 18 الف تاع 18 مر ما شاء الله وحتى من الراجل حولي شوية قال لي شوية مرشلية اللون تاعه شوفوا حلوا لي بلبس بالموس ما شاء الله اما ومليح اما ومليح. جبت حبيبتي التمر تاعي جبت نص كيلو تاع التمر كانت دايره 20 الف معك غير ب 10 الف. وليداتنا اللي ما يفطروش معك السال حبيبه صباح صباح بنتي ما تفطر بها الصباح ما تفطرش انا بنتي ما تفطرش نحط عليها حبيبات الصباح مع تخرج تشاكيك صباح بكري هذا هما حبيبتي المشاريع تاعي. هذا هما حبيبتي المشاريع تاعي. ساعة 10 ايام ساعة 9 اسبوع كل مرة كيفاه ساعة 10 ايام منين يخلصوا نزيد انا هو نورمالمون في السوق ساعة السوق الراب ساعة نتمنى فيكم لو كان من قليل هالروتين تاعي. هذا هما حبيبتي المشاريع تاعي نتمنى يعجبكم تسدوا فكرة والروتين تاعي تاع نهار اليوم انا كي جيت غلبانة قليت مقلاة تاع بطاطا وتغدينا مع الكسرة ودرت شوية سلطة بالخيار والطماطم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نعم الكريم والسلام عليكم.